بنشوف في السلايدز اللي موجودة معانا الريفوليوشنز اللي حصلت في عالم التكنولوجي، مرورا بقوة طاقة البخار في القرن ال18، ثم الطاقة الكهربائية في القرن ال19، ما بين القرن ال19 والقرن ال20، وبعد كده الكمبيوتر والانترنت في القرن ال20، ثم الارتفيشال انتليجنس في القرن ال21، وتعاظم شأن البيانات ومصطلحات كثيرة بدأت تظهر كنا استعرضناها، زي البيج داتا، زي الديجيتال ترانسفورميشن، سايبر سيكيورتي، الديجيتس، ديجيتال انفراستراكشر، الكثير من هذه المصطلحات. ده طبعا هيكون سبيل لينا ان احنا نبتدي نستعرض بعض هذه الموضوعات ونركز عليها باللغة العربية. في السلايد اللي احنا شايفينها مع بعض واللي كنت اتكلمت عنها في احد السيمينارز اللي كانت موجودة داخل المملكة العربية السعودية، عن اتاك اتعرضت اليه وكالة ناسا. الاتاك ده الاضرار اللي نتجت عنه كان فقدان 500 ميجا بايت من البيانات الحساسة اللي موجودة داخل وكالة ناسا. وكالة ناسا طبعا معروفة ان هي مهتمة طبعا بعلوم الفضاء وعلوم الفلك، كلنا طبعا اكيد سمعنا عن هذه الوكالة المهمة اللي بيتم فيها استثمار الملايين من الجنيهات زي ما بيقال. طبعا احنا لو نبص ل 500 ميجا بيانات هنقول ان الرقم ده رقم يعني بسيط، ما يعني مش لازم ان احنا يعني نقف عنده او نتكلم فيه، لكن 500 ميجا بالنسبة لوكالة ناسا كعلوم بقى هندسية وكعلوم تخص الفلك وكل الامور دي، ده شيء لا مهم جدا لازم نقف عنده. ومن هنا تظهر بقى اهمية البيانات. شوف 500 ميجا قدامهم الحدث الجلل ده، وان الموضوع اتنشر، وطبعا دي كان راسبري تم زرعها في هذا المكان وتم اكتشافها عن طريق الاوديت، فبدأت هنا تبان اهمية الداتا. ومن هنا بقى هيظهر معانا في هذه السلايد اليونتس والمصطلح اللي احنا جايين نتكلم عنه النهاردة، وهو السوك، Security Operation Center. ايه هو السوك؟ يمكن كان ليا وقعة في احد الاماكن ذات الحساسية العالية، كان عندنا فيها شغل، وبعدين بمر كده في الاروقة بتاعت هذا المكان لقيت ادارة مكتوب عليها السوك. اتصادف بعدها بفترة من الوقت ان كان يعني لنا انجيجمنت مع هذه الادارة في الشغل، فدخلت المكان فشفت زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط، مكان اشبه بالغرف اللي احنا بنشوفها في الساينس فيكشن موفي، حاجه كده غرفه زي الغرف اللي موجوده في البنتاجون والاماكن السياديه، مجموعه من الشاشات متراصه بشكل ما، درج حتى كده معمول بطريقه معينه، اشخاص موجودين قاعدين على اجهزه، ناس مركزه بشكل كبير جدا، في عمليه مونيتورنج بتحصل، في جرافز كده موجوده على الشاشات ومؤشرات وبعض الابلكيشنز يمكن اللي حتى انا كنت اتعرفت عليها بحكم عملي عليها، والناس دي مركزه وبتمونيتور وفي تركيز كبير جدا منهم في طبيعه عملهم. يبقى لو حبينا نتكلم على السوك في تعريف بسيط هنقول ان هو سنترلايز فانكشن داخل الاورجنايزيشن الموجوده عندنا، في مجموعة من الأفراد المؤهلين الكواليفايد إن هم يبتدوا يتعاملوا مع أي ماليشيس أكتيفيتي بتحصل على مستوى الديجيتال أسيتس، يبتدوا إن هم يعملوا بريفنشن، يعملوا ديتكت لأي ثريتس أتاك ممكن يكون بيستهدف هذه المؤسسة. ده تعريف بسيط لعملية لمصطلح السوك. في هذه السلايد اللي موجودة معانا واللي التايتل بتاعها What does a security operation center do؟ هنعرف ايه المهام الاساسية والاستراتيجية الاساسية اللي موجودة عندنا من خلال وجود السوك ديبارتمنت. في الانفورميشن تكنولوجي ديبارتمنت عندنا اكتر من ادارة، عندنا ادارة السيستم، عندنا ادارة النتورك، عندنا الانتربرايز ابليكيشن ديبارتمنت، واضح بالنسبة لنا كل ادارة بتقوم بايه وايه الاستراتيجيات الخاصة بهذه الادارات. بالنسبة للسوك الاستراتيجية بتاعته واضحة، ثريت مانجمنت، ادارة التهديدات، اي تهديدات بتتعرض لها الاورجنايزيشن على الديجيتال اسيتس اللي موجوده عندها، فمن وظيفه السوك ديبارتمنت هم يعملوا كولكت للانفورميشن دي، يعملوا مونيتورنج ويبتدوا ان هم يتعاملوا ويعملوا اناليسيز على الماليشس اكتيفيتي اللي ممكن تكون بتتعرض اليها المنشاه من خلال هذه الداتا. وطبعا الكلام ده بيكون موجود معانا من خلال الانتجريشن اللي بتحصل ما بين السوك ديبارتمنت. الداتا دي هتتجمع عن طريق ايه؟ عن طريق مثلا الفاير وولز اللي موجوده عندنا في صوره الاي بي اس فاير وولز والاي دي اس فاير وولز، ايضا في صوره زي السيم سوليوشنز كنا استعرضناها في السايبر سيكيورتي
التكنولوجي كونسبتس، احد الفيديوهات اللي اتكلمنا فيها ايه هو السيم. تبتدي النهارده ان السوق يبتدي يكون عندهم سيم سوليوشن ينتجريت مع السيستمز اللي موجوده عندنا وينتجريت مع السيرفرز اللي موجوده، ويبتدي ان هو يعمل جازرنج لللوجز دي كمان في صوره الفلنربيلتي اسسمنت تولز اللي بتكون موجوده. كل هذه البيانات بيتم تجمعها في شكل سنترلايز من خلال هذه التكنولوجي. في النهاية كل الكلام ده الهدف منه ان في حالة وجود اي malicious activity يكون عندي indicator of compromise، يكون عندي مؤشر موجود معايا يقدر فريق السوك ان هو يشتغل عليه. يمكن على ضوء الجزئية دي الخاصة بالindicator of compromise، يمكن كنت اتعرضت لأحد المواقف ان قمت برفع صلاحية احد المستخدمين لسبب ما، يعني كان خاص بالبيزنس، وكان الكلام ده في وقت مش during working hours، يعني كان بعد ساعات العمل. فجالي تليفون على الهاتف بتاعي من إدارة السوك، دي واقعا عشتها بشكل حقيقي. يا باشمهندس محمد، حضرتك قمت بترقية مستخدم، هل انت قمت بالشيء ده ولا انت ما يعني الاكشن ده ما حصلش من خلالك؟ وده الهدف منه ان السوك ديبارتمنت يتأكد ان دي مش اتاك او ده مش تهديد، اتعامل منه سكليت بريفليج، يعني انت عالية من صلاحيات هذا المستخدم، تمام، وما ويكون الشيء ده ما امشي بيه الشخص المسؤول او اللي ليه ريسبونسابيلتي عن الشيء ده. فطبعا انا جاوبت بالاجاب الاكشن ده حصل عن طريقي، وبالتبعية ده طبعا ده يورينا شغل الناس دي ان هي مونيتورنج 24 ساعة على اي اكتيفيتي ممكن تحصل او مليشيس اكتيفيتي ممكن تكون موجودة عندنا داخل الاورجانيزيشن. الهدف من كل النقط دي في النهاية هي حماية الاورجانيزيشن، حماية الاورجانيزيشن والديجيتال اسيتس والانفورميشن اسيتس اللي موجوده عندنا. هنشوف بعد كده في السلايد الثانيه وات السكيورتي اوبريشن سنتر امبورتنت فور يور بزنس، ايه الاهميه بقى من وجود السوك ديبارتمنت عندي في البيزنس بتاعي. اول حاجه اسيت سنتراليزيشن، شوف من الاسم كده لو جينا نستعرض مع بعض المصطلح، سوك سيرفيس انيبل يو تو جيت ريل تايم اند كومبليت فيو تو ذا ديجيتال انفراستراكشر اوف يور اورجانيزيشن. It's easy to identify potential threats. هي هنا من السهل جدا ان هي تبتدي تتنبأ بأي potential threats، أي تهديد ممكن يكون متوقع بشكل فيه centralized وبشكل على مدار الساعة. يبقى من أول نقطة عندي هنا ان في centralization للأسيتس اللي موجودة عندي في صورة الديجيتال انفورميشن. النقطة اللي بعد كده establish التراست، يبتدي يكون فيه إرساء وفي ترسيخ لعملية الثقة. ويحضرني في هذه السلايد احد المواقف يمكن لبنك من البنوك اللي موجوده في الميدل ايست، ان صحينا الصبح كده على خبر في الجرايد ان تم تسريب بيانات العاملين داخل هذا البنك، يعني الموظفين اللي بيشتغلوا جوه البنك تم تسريب البيانات الخاصه بيهم. فانت ككاستمر او انت كراجل بقى عامل للبنك، لما تشوف بيانات المستخدمين دي في مرأة لاي حد وخلاص موجوده، انت ثقتك في هذا البنك هتهتز. فوجود السوك ديبارتمنت عندي هنا بتبتدي تعلي من شعور الثقة للموظفين وللعملاء اللي موجودين داخل المكان ان في ادارة دي صحية، والادارة دي على طول مترقبة لأي حدث فيه خلل ممكن يحصل او اي تهديد، وبالتبعية ده طبعا بيزيد من عوائد الاستثمار في هذا المكان وبيرفع من اسم العلامة التجارية للمكان ده. فدي تاني نقطة من الاهمية. باتر كولبريشن، يمكن السوك ديبارتمنت تحديدا وانا شفتهم وهم بيشتغلوا قد ايه الناس دي عندهم تعاون، التيم ده موجود فيه تعاون كبير جدا. وطبعا هنعرف بعد كده ان السوك دي فيها تيرز، تير 1 تير 2 تير 3، قد ايه في تعاون ما بين هذا الفريق. ويمكن ضرب مثال على كده الصوره اللي موجوده في السلايد عن فرق الركبي اللي موجوده في اللعبة الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي بينشأ ما بين هذا الفريق تعاون كبير جدا. اللعبة دي بتقوم على فكرة التعاون. فهتيجي تبص للسوك ديبارتمنت هتلاقيها برضو بنفس الطريقة، الناس اللي هي بتشتغل على عملية المونيتورينج، الناس اللي بتعمل تحليل للبيانات، الناس اللي بتشتغل على الانسيدنت والانسيدنت ريسبونس، كل هؤلاء الأفراد في النهاية هم عندهم هدف واحد ان هم يساعدوا البيزنس ويأمنوا البيزنس ويأمنوا الاورجانيزيشن ضد اي هجمات او مليشيس اكتيفيتي ممكن تكون محتمله. فدي جزئيه طبعا مهمه جدا بتنشا من خلال وجود السوك ديبارتمنت عندي في الاورجانيزيشن بتاعتي. طبعا ماكسمايز الاورنس، يمكن شفت مشروع جميل جدا، انا كنت مشارك في هذا المشروع واشتغلنا عليه في احد الاورجانيزيشنز، وهي وجود ابلكيشنز بتساعد المستخدمين
على ان يكون عندهم اويرنس بالهجمات الالكترونيه اللي موجوده والاتاكس اللي ممكن تستهدف المنشاه. وده بيحصل من خلال ابلكيشن بيكون موجود عند المستخدم قبل ما يعمل لوجن على الماشين بتاعته، يبتدي يظهر له كده فيديو ظريف مثلا يتكلم عن الفيشنج اتاك، يتكلم عن الفيشنج اتاك، وبعد ما بيخلص الفيديو ده بيبتدي تيجي اسئله للمستخدم يبتدي ان هو يجاوب عليها، لو حصل نسبه معينه يبتدي ان هو يقدر يعمل لوجن على الماشين بتاعته. وكمان بيكون في سيرفي او في تقرير وريبورت للمستخدمين يشوفوا الاورنس بتاعتهم ناحيه المخاطر اللي بتستهدف الاورجنايزيشن والانفورميشن اسيت. فدي برضو من ضمن الادوار اللي بيقوم بيها السوك ديبارتمنت، واللي طبعا بتساعد على زياده عائد الاستثمار للمكان، وان يكون المكان علامته التجاريه مميزه، يكون مكان متميز. What is the purpose for using the SOC؟ احنا شفنا الأهمية. ايه بقى الأهداف الأساسية؟ يعني قال لك أول نقطة إن أنا أريديوس الريسك. احنا دايماً كلمة الريسك مقترنة بطبيعة عملنا. وقلنا في أحد المحاضرات، ذكرنا في أحد المحاضرات إن تتعاظم قيمة الأشياء مع حجم المخاطر اللي بتتعرض ليها، وضربنا ده بالرانسوم وير. فطبعاً النهاردة وجود السوك ديبارتمنت عندي في المكان بيقلل من المخاطر اللي ممكن تصيب الاورجنايزيشن في صوره الديجيتال اسيتس والانفورميشن اسيتس. كمان هبتدي النهارده ان انا انجيجد الكومبلاينس، يعني في اماكن بيكون عندها ستاندرز وفريم وركس موجوده زي البي سي اي دي اس اس، زي الايزو 27001، الاوديت اللي بيجي راجع على المكان، وجود السوك ديبارتمنت ده بينجيجد بشكل رئيسي وبشكل مباشر مع المصطلحات اللي احنا ذكرناها في تطبيق الريجليشن، في تطبيق الرولز والستاندرز وكل البراكتيكال اللي احنا بنتكلم عنها. فده هدف مهم من وجود السوك ديبارتمنت. كمان عملية السنتراليزيشن والكونسوليديشن اللي بتحصل عندي في السكيورتي فانكشنز. تخيل النهاردة ان احنا عندنا مجموعة من الابليكيشنز والسوفت وير والابلايسنز المتفرقة ما بين الادارات. لو انا النهاردة قدرت اجمع كل السوليوشنز دي في مكان واحد، فانا عملت سنتراليز، عملت مركزية في عملية مراقبة البيانات واتخاذ القرار والتصرف بشكل سريع. وده طبعا زي ما قلت هيكون ليه انهانسمنت جيدة جدا على المكان. بروتكت البيزنس، احمي البيزنس. احنا زي ما ذكرنا قبل كده الهدف من الانفورميشن تكنولوجي والهدف من الانفورميشن سيكيورتي والهدف من كل المصطلحات اللي ليها علاقة بطبيعة عملنا ان ابلاي الجولز الخاصة بالبيزنس، ان هي تاتشيف الجولز. ده الهدف. هيحصل ده ازاي؟ هيحصل من خلال ان انا احمي البيزنس، احمي الاهداف الخاصة بالبيزنس. احنا في النهاية عامل مساعد وعامل رئيسي بيساعد البيزنس على تحقيق اهدافه. فده من ضمن البيربسز الموجودة عندنا من وجود السوك ديبارتمنت داخل الاورجنايزيشن. ودي كانت اول محاضرة معانا وتعريف عن السوك.